قصة خطيرة عرضنا أولياتها في حلقات سابقة من لوكيشن، قصة الشاب محمد عناد اللي قضى 7 سنوات في السجن، بعدها تم إثبات براءته وتم إطلاق سراحه. اليوم رجع محمد يطالب بحقه الشخصي بالتعويض من المتسببين في سجنه، لكن أثناء هذه القصة تم تهديده وحتى تعرض إلى محاولة قتل، أصيب بإطلاقة في ساقة من نفس الأشخاص حسب ما تحدثنا اللي هم كانوا سبب في سجنة. إذا من الديالة خلونا نشوف هذا الموضوع. أول شيء أشكر التغيير وقناة التغيير والمدير والكادر كله وكادر ديالة. من كنت بالسجن هي تراجع لأهلي، ومن طلع جوني وناشدت الرئيس وزراء قابلت راح احكي قصته هسم. اول شيء انا بال 2015 اعتقلون وظلمون وبهتانا جهه فاسده، ورا 3 سنوات بال 2018 ظهرت الحقيقه وعندها مثبته قانونيا، ناشدت بيها سبع سنوات، ورا 3 سنوات ظهرت الحقيقه، ورا 4 سنوات الا فرجوا عني. واشكر استاذ فايق زيدان هو البث بالقرار جنايات ديالة الاولى، وهاي من ناشدت من طلعت من السجن قابلت رئيس وزراء السكرتير، قالوا لي المقابلة رئيس وزراء مصطفى الكاظم، انا كيفت الحقيقه قلت مصطفى الكاظم والمظلومين. قابلنا السكرتير رئيس وزراء محمد البياتي، الحقيقه انا شكر على المقابله مالته واستقبلنا انا والحجيه وحكينا كل قصتنا، وقال ذولا ما يمثلون وزاره الداخليه واني ان شاء الله اخذ لكم حقكم. كيفنا احنا مرور 7 سنوات وقابلنا وراح ناخذ حقنا بشرع الله والقانون. وراها صارت للأسوأ. شنو اول شيء؟ النوب انفضحت من رحت قابل التذرع، عالم تحكي راح قابل رئيس وزراء سكرتير رئيس وزراء وش اسمه، الفاسدين سمعوا ضموا ليها لحقون باختيال، ونحمد الله ونشكر الله نجاني وتصوبت برجلي، والله نجاني نحمد الله ونشكره، والفاسدين يفترون ويصولون ويجولون ولا حد يقولهم وين انتوا. اشتكيت قدمت دعوه على هددوني، وانا من هذا المكان اطلب من رئيس وزراء مصطفى الكاظمي واطلب من محمد البيات اللي قابلتك وانطيتني كلمه انت، واطلب من لجنه ابو رغيف انت بالملف الفساد دا صيح صار لي 6 اشهر، انت مو تدور ملف فساد، هذا ملف فساد يا اخي بالاختيال وصل، يعني للاختيال. انا هسه اناشد منا سماحه السيد القائد مقتدى الصدر هو بخيمه الاصلاح، اناشد انا ترى انظلم الظليمه الله اكبر، انظلم الظليمه الله اكبر، لا بيت لا سياره، وبيوتنا بال 2006 النوب تفلشت، هاي قدامكم تشوف واقع حال دانطيك، فلشوها للقاع القاعد هجمت علي انا واصحاب شهداء. فهسه عم اريد حقي بالقانون، يعني ليش تخلونا نطلع من الطريق؟ معروفين فديشيردوك يردوك تندق بيهم، هم عندهم نفوذ بالدوله، انا اقول لك يريد يضيعون النوب بالسجن، هم يردون هاي هسه ينتظرون، تروح محمد لو يدقهم دقه عشاريه سوا علي 4 ارهاب، لو يروح هاي انا اريد حقي بالقانون، وانا عندي ملفات عليهم كامله مكمله، حتى كناس تشتكي عليهم خاطفيهم، عمه خاطفيهم، خطف وطلعهم الجيش طلعوهم. وموجودة هاي وقائع وواقع، فدي يخافون يقول لك نشتكي ما نقدر نشتكي، روح يقتلونا، دز عليه خله اوضح لك هاي الامور كلها. انا انظلمت الحقونا للقتل، ريدي اتمون 15 واحد، يعني السجن 7 سنوات ما كفاهم، يريدون قتل النوب 7 سنوات ما كفت، هسه النوب للقتل وصلت، وانا اريد من عندكم حقي. الله وكيلك انا بعد على هاي اطلع خارج العراق، هاي واخر مناشده، اطلع خارج العراق واخلص، ماكو حل، ما حد يسوي له حل. والله ان 2 اول واحد خطمت عليه سياره تاهو لون اسود، والحمد لله احنا مناطق ريفيه، انا ادر بروحي مهدد الشايل وياي سلاح نحمد الله ونشكره، يعني من فضل الله والسلاح انا مقتول. نزل علي عرض للسياره من نابزل بوقتها ما اقدر، فنزل من نزل بدون سلاح، ووصل مسافه عن الباب جر المسدس صار رمان وياه، من صار رمان وياه فتحت الباب اللي بسد السايق ونزلت عاجت اطلاقه من عندهم برجلي، هي السياره تزرفت همينه.